ما في شاشة إخبارية بلبنان إلا ما بتستعرض على مدار الأسبوع قضايا مهينة ومشينة بحق المرأة اللبنانية عم تتمارس، يلي للأسف عم تنقتل ببيتها، عم تنقتل قدام ولادها، قدام عيون النواب والوزراء والمسؤولين، عم تنضرب بعدهم لليوم. للأسف سياسيين ما أقروا قانون بيحميها من العنف الأسري مثل ما لازم، كله باسم الدين، كله باسم المحاكم الروحية. وانتبهوا، مش لأنه مش قادرين يقروا قانون، لا قادرين ومكترين، بس لأنه الدين، لأنه الطائفية ما بتسمح، وبقولون لما بقى تجيبوا سيرة الدين، عن أي دين عم تحكوا؟ أي دين بيرضى باللي عم بيصير اليوم عنا بلبنان؟ أي دين بيقول زوجه البنت القاصر بلا رضا أهلها وما في حدا قدر يحاكم شيخ لليوم؟ لأي متى الدين بده يضل حاجز لحتى تاخد الناس أبسط وأقل حقوقها؟ ما بيكفي بأنه حقنا بأنه نعيش بأمان، هيدا منه موجود. وبعدنا بهيدا البرنامج بنطلع بنطرح ملفات، الناس تاني نهار بتهنينا على الملفات بتقلنا عبرتوا عنا، والإعلام الباقي بيعمل المستحيل ليسكتنا. ولكن صدقونا، طالما الناس معنا، طالما انتو معنا، نحنا يا جبل ما يهزك ريح، وما في شي رح يوقفنا. اللي شفتوه لهلأ بهيدا البرنامج هو مشي، بعدنا هلأ عم نقلع، بعدنا ما بلشنا، اليوم تالت حلقة، بعدنا بالبداية. وأنا بوعد على الهوى وعد، رجعوا طالبوني فيه، هيدا البرنامج ما رح يرتاح إلا ليعمل تغيير، ومش بشغلة أو اثنين، بكتير من الأمور رح نعمل تغيير. ونحن والحق أكترية جملة بقولة وبحبها كتير، ونحن ما عنا وقت للرد على حدا، نحن ما بنعرف نطلع نحكي إلا قانون، إلا حقايق مثبتة مثل ما عملنا بالحلقة الماضية وفهمكن كفاية، مش مثل ما جرب يوحي البعض إنه نحن قلنا ندفع مصاري مثلا للقضاة لحتى يفل خالد مخلوف من لبنان. ونحن كل اللي عملناه بالحلقة، بس طبعا في ناس بتحب تشوه، نحن كل اللي عملناه وجهنا سؤال للقاضي رمزي فرحات يلي متأكدين إنه بهيدا الملف رح يروح فيه للآخر، وخاصة إنه نحن معنيين، وأنا شخصيا معني، نحن ما منلت، نحن ما منعجن على الهوى، ما منحكي إلا يلي فيه من وراء نتيجة للمشاهد اللبناني. وما حدا يفتكر إنه حدا سكتنا أو قالنا نخفف الدوز أو ما نرد على يلي نقال عني مبارح. وأنا ما شربت قهوة اليوم إلا بمكتبي مع فريق عملي وفريق الإعداد يلي للأسف في ناس طلعت خبار، واللي بحب يشكيني بس كلمة واحدة بقول له ما إلك خبز وما رح يطلع لك. نحن وياكن مشاهدينا والأيام جاية، وهلأ أكتر مرحلة مطلوب منكم تعلوا الصوت وحكي جالس جاهز 24 على 24، يسمع كل الناس، يسمع اللبنانيين، ما بيسمع أصوات النشاز. ما بقى حدا منكم يقبل يسكت عن حقه. وقبل ما بلش الليلة بمواضيع الحلقة، ما بقي لبناني بعتقد إلا ما تابع اللي صار مع المتزلجة اللبنانية جاكي شمعون يلي عم تمثل لبنان سنة بالأولمبيك جيمز. والصورة أو بعض الصور اللي انتشرت لها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. جاكي مبدئيا رح تطل معنا بحلقة اليوم، ولكن قبل إطلالة جاكي في سؤال لكل المشاهدين وبتمنى مشاركتكم. هل شوهت جاكي شمعون صورة لبنان؟ نعم أم لا؟ بسام صار له سنين ساكن هو وزوجته وبنته بمنطقة الرملة البيضاء مقابل بيت أحد القضاة يلي عنده حرس شخصي، بيقعدوا بأوضة بكعب البناية. القصة بلشت لما انقطعت سيارة البي حد البيت بمرقة العريف سليمان حرس القاضي واو عين. بيقوم البي بيبعت بنته، بما أنه انقطعت سيارته عمرها 14 سنة بس، بيبعتها مع العريف بالآلية العسكرية لحتى يوصلها على البيت. شو صار من بعد ما العريف أخذ البنت ليوصلها على البيت؟ منتابع هيدي القصة اللي صارت فعلا وهي قصة حقيقية، منتابعها بإعادة إحياء وقاع.
اغتصبها أول مرة تحت تهديد السلاح، تاني مرة تحت التهديد بالفضيحة، لحد ما تقبلت الموضوع وقعت بحبه، لحد ما وقعت بنت ال 14 سنة المغتصبة بحب مغتصبها وبقيت تمارس معه الجنس بشكل سري. ولو ما شافها بيا على الكاميرا مثل ما شفتوا كانت هالعملية استمرت لوقت كتير طويل، والعريف يلي قضي على طفولتها كان بعده مكمل وكان بعده مستمر لليوم. والأبشع واللي ما بين بالتقرير انه هيدا العريف تجوز بالفترة اللي كان عم يغتصب فيها البنت،
وشكل لها عذاب كتير كبير بالنسبة لإلها، كان أكبر من الاغتصاب لأنه تحول لحب هيدا الموضوع. والأهم وبدي شدد بهيدا التقرير يلي عم بهالأنواع من التقارير كمان اللي عم تشوفوها، هالحالات هي فردية، وهون خليها تكون واضحة، هيدي الحالات هي حصلت بالفعل ولكن هي حالات فردية. العريف لا يمثل المؤسسة يلي أكيد بالدين هيدي الجريمة اللي انعملت، وأنا أكيد أنه ما بتقبل أبداً إلا أنه يتم تطبيق المواد القانونية مثل ما لازم، وأنه ينفذ العريف العقوبة اللازمة، ولكن كمان لازم نضوي عليها لأنه كانت تحت التهديد. من بعد ما مرق 3 سنين على هذا الموضوع، العريف بعده لليوم قيد التحقيق، بعد ما توقف ولا نهار بالقضاء العسكري، وهلأ عنده جلسة مواجهة مع ضحيته يلي بيقول هو حسب ما هو بيقول ما كان بيعرف عمره ولا بيعرف انه قاصر، بالوقت يلي كان يشوفها رايحه وجايه من البيت على المدرسه مع شنطتها على ظهره. افعاله الجرميه بتنطبق عليها الماده 503 عقوبات يلي بتعاقب بالاشغال الشاقه 5 سنين على الاقل، وممكن توصل للحبس المؤبد. لايمتى هالجرايم بدها تستمر بدون عقاب؟ لأيمتى المغتصب بده يضل حر فلتين؟ الإحصاءات اللي صدرت مؤخراً بدراسة نشرت بلوريان لجور حسب جمعية حماية يلي بدورة استقصت إحصاءاتها من دراسة أعدتها كفا، جمعية كفا بلبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتأكد كل وحدة من 7 أطفال بلبنان أو كل طفل من 7 أطفال بلبنان عرضة للتحرش الجنسي. كم طفل عم يتحول من ضحية ل حدا يعني ضحية بيكونوا متحرشين فيه يتحول إلى متحرش بس يكبر، لأنه ما في محاسبة ولأنه يمكن ما في علاج، ما عم ياخذون عن أطباء لحتى يتعالجوا. أي متى بدنا نشوف محاسبة فعلية، محاسبة ملموسة، رادع كبير لهيدا الفلتان يلي صاير بالبلد؟ يا جماعة منيح إنه بيها البنت ما خبى مثل ما الكل بيخبي، واعي راح قدم شكوى، مش راح زوج بنته لمغتصبها، لأنه للأسف بس يتزوجها مغتصبها بتنمحى كل جرائمه. في حالات ليوم الحالات عن ضحايا انجبروا يتزوجوا الوحش اللي اغتصبون، لأنه عاداتنا والسرية والتكتم ودخيلكم والفضيحة والناس شو بدها تقول، بعده هيدا الموضوع بيأثر فينا. والأخطر هو القانون. قلت بمقدمة الحلقة وبرجع بعيد، ما حدا بقى يسكت عن حقه، ما حدا يسكت عن عرف تعرض له. أنا بدعي كل الأشخاص يلي عم يتعرضوا لعنف لتحرش جنسي يتصلوا بالبرنامج، ما حدا يخاف. الجمعيات بلبنان عم تشتغل، يعطيها ألف عافية، وعم نطول ولكن لحتى نشرع قوانين. أنا بعرف هذا شيء كتير منيح، صدقوني، بس هالسنتين صرنا لامسين شغل من جمعيات مثل كفا وغيرهم. عن جد في تقدم ملحوظ، عم نقدر نحقق القليل ولو بعد في أكتر بكتير بده يتحقق، بس ما فينا نتابع لا نحن ولا هالجمعيات إذا الضحايا ما بدهم يساعدوا حالهم، إذا ما بدنا نعلي الصوت. كل حدا بده يرفع الصوت وبده يحكي، كلنا بدنا نوقف سوا إيد وحدة بوجه هيدا الإجرام. هيدا إجرام.